حي الله مليانة، انتوا اهل الدار واحنا ضيوفكم، وعين غطا وعين فراش، والى اخره من العبارات الترحيبيه التي استقبل بها العراقيون او استقبل العراقيون ايضا بهم بها ضيوفهم من الاشقاء العرب، وخصوصا في الحدث الكروي الابرز في بطوله خليجي بصراوي التي اذهلت الوافدين واجمعوا على نجاحها، لا سيما عندما نتحدث عن الكرم العراقي الذي طغى على اجواء البطوله وما نزال حتى الان نلمس اثر تلك الاجواء ونتائجها حتى هذه اللحظه. في الكويت ايضا على سبيل المثال، ومع توافد الجماهير العراقيه الى الكويت لمسانده وتشجيع اسود الرافدين، فوجئ العراقيون بتوفير باصات في المنفذ الحدودي وسيارات خاصه ايضا لنقلهم الى وسط الكويت مع حفاوه الاستقبال والضيافه. تم فيديو متداول في السوشيال ميديا لشاب كويتي لاحظ وجود عراقيين في احد المطاعم، قام بدفع فاتوره الحساب حساب المطعم عنهم، وهذا ما قاله. صافكم كله واصل طوال على راسي. ما عسى اقول عنك زين، انت شو كله واصل؟ شلون دفع لك؟ انا دافع لكم بس من عندي. الله يخليك. انا انسان اهل العراق احبكم، انتوا على راسنا كلكم. ما عليك تامرون على شيء؟ يلا 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 صافكم كله واصل. الله يخليك. طوال على راسي. ما عسى اقول عنك زين، انت شو كله واصل؟ شلون دفع لك؟ انا دافع لكم بس من عندي. الله يخليك. انا انسان اهل العراق احبكم، انتوا على راسنا كلكم. ما عليك تامرون على شيء؟ يلا 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 حي الله خوالي، وانتوا العراقيين على رؤوسنا كلكم، حسابكم كله واصل من عندي. كفو والله، موقف جميل لهذا الشاب الكويتي الرائع مع المشجعين العراقيين أشاد به المدونون. وهناك أيضا فيديو آخر لفتاة كويتية وهي تتغنى بحب العراق، واختتمت المقطع المصور قائلة: هذا وضعنا في مباراة الكويت والعراق بين ديرتنا وبين الخوال. ألا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت ما بين أنسى وبين ألاقيك، حرت ما بين أنسى وبين ألاقيك، أحن مرة الهالي ومرة تحن ليك، أحن مرة الهالي ومرة تحن ليك. هذا وضعنا في مباراة الكويت والعراق ما بين ديرتنا وما بين الخوال. أما ردود الأفعال والتعليقات التي أفرزتها مقاطع الفيديو الكثيرة المتداولة، نبدأها من هاني. ماذا قال هاني عن هذه الفيديوهات التي شاهدها والتي انتشرت على منصات التواصل؟ يقول هاني: زرعنا كرم ثم حصدناه، الشعب الكويتي الشقيق مليان كرم وضيافة عربية، تسلمون دولة الكويت حكومة الكويت أيضا على التسهيلات اللي قدمتوها للعراقيين أهل شموخ وعز، وحياكم الله. تعليق آخر من عيان يقول في تعليقه: إن شاء الله الفوز العراق وتحتفلون بعد انتهاء المباراة، والفرحة فرحتين، أهم شيء تحتفلون بهتافات جميلة مو سياسية ولا دينية، ويا غريب كون أديب هاشتاق العراق والكويت واحد. أيضا هناك تعليق ومداخلة، تعليق آخر من دريد النعيمي: الشاب يمثل الكويتيين أهل الأصالة والطيبة والحسب والنسب، بس أتكبرون السالفة، الرجل جزاه الله ألف خير دفع للإعلاميين اللي كانوا بالمطعم مو للجماهير كلها. أيضا تعليق من عامر حبيب: المفروض الجمهور لا ينجر وراء المناكفات السياسية، العراق والكويت شعب واحد بلد واحد، فرقونا الأعداء وبعون الله علاقتنا رجعت، الدنيا ما تسوى وانسوا الماضي. أيضا هناك مداخلة من هيثم يقول لنا ولكم: هيثم أحسنت، بارك الله بيك يا أصيل، كل الدول العربية على رأسي وكلهم كرم وطيب، بارك الله بيك أخي الكويتي الشهم، الله يديم المحبة بين الشعبين الكويتي والعراقي. ايضا هنا تعليق من مهند الشمري: كل من يسوي باصلا وانت سويت باصلك، لنكن اصحاب واحباب، لا الكره تفرقنا ولا السياسه، وحيا الله اهلنا بالكويت الحبيبه، وكل التوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله
الفوز عراقي.